وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابتي والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين آمين. وما زلنا في أعلام التصوف في القرن الثالث والرابع الهجري الذي ذكرهم الإمام القشيري في كتابه. ومنهم أبو الحسين أحمد بن محمد النوري، قيل نسبة إلى نور بليدة بين بخارى وسمرقند، وقيل النوري لأنه كان كلامه ينور القلوب. بغدادي المولد والمنشأ، بغوي الأصل. بغوي الأصل نسبة لإيه؟ بلد اسمها بغ أو بغشور، كانت تابعة لخراسان، فكل واحد إيه اتولد فيها يبقى بغوي. والبغويين دول علماء كتير جدا، عندك سنن البغوي وعندك تفسير البغوي وعندك كتير، كل دول اتولدوا في هذه القرية اسمها بغ أو بغشور، وهي قرية إيه تابعة لخراسان. صاحب السري السقطي، السري السقطي اللي هو خال سيدنا الجنيد، السري السقطي خال سيدنا الجنيد وشيخه، وابن أبي الحواري، وكان من أقران الجنيد رحمه الله. أقران يعني إيه؟ قريب له في السن يعني. مات سنة 95 و200، وكان كبير الشأن حسن المعاملة واللسان. قال النوري رحمه الله: التصوف ترك كل حظ للنفس. أدي التصوف، تعريف التصوف له أكثر من 1000 تعريف، كل واحد بيعرفه حسب معاشه، يبقى كل واحد بيعرف التصوف حسب ما هو عاشه. يعني واحد يقول لك التصوف والأدب، واحد تاني يقول لك التصوف ومخالفة النفس، واحد التصوف يقول لك وطاعة الرسول والتحقق بأحواله، كل واحد يعرفه زي ما عاشه، فهمت؟ واحد تاني يقول لك التصوف حسن الظن بالناس وسوء الظن بالنفس، كل دي تعريفات كل واحد حسب ما هو عايش، فهمت؟ قال النوري رحمه الله: التصوف ترك كل حظ للنفس. وقال النوري: أعز الأشياء في زمننا شيئان، عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقة. ده في أيامه، أمال إحنا أيامنا يقول إيه؟ لما أيامه النوعية دي نادرة، أيامه ده في القرن الثالث الهجري اللي هي القرون الإيه الأولى، يقول لك إيه؟ أعز الأشياء في زمننا، يعني أندر الأشياء، الشيء النادر، عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقة. لأن في بعض الناس تقول كلام الحقائق ولكنها حفظا من الكتب، لكن مش معايشة، فهمت؟ هو عايز عارف ينطق عن حقيقة في قلبه، مش كلمات حفظها من أهل المعارف ينقلها حفظا، هو عايز النوع ده. قال: سمعت أبا عبد الله الصوفي رحمه الله يقول: سمعت أحمد بن محمد البرذعي يقول، سمعت المرتعش يقول، سمعت النوري يقول: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه. يعني أي واحد يعمل حالة أو حاجة تخالف العلم الشرعي ويقولك معلش أصلا إيه لي حال مع الله سيبني، ما تقربلوش، ده لا يستفاد منه خلاص، طالما هو حاله مخالف للشرع ويدعي ان ده حاله مع الله، يستحيل ان الحال مع الله يكون مخالف للشرع، ده حاله مع الهوى، حاله مع الشيطان، انما حاله مع الله لا يستحيل ان يخالف الشرع الشريف، فاهم؟ عشان كده الامام الشافعي كان يقول: لو رايته يسير على الماء ويركب الهواء لسألت عن عمله، إن كان موافقا للكتاب والسنة فهو له كرامة، وإلا فهي من الشيطان. ما تتغرش أنت بشوية الحواء والناس اللي بتقعد تتلاعب بالناس ويقول لك كلمة كده تصدف إنها في قلبك، تقول ما شاء الله ده مكشوف عنه الحجاب، وتلزمه هو تارك للصلاة، ما ينفعش كده، فهمت؟
وقال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا العباس البغدادي يقول، سمعت الفرغاني يقول، سمعت الجنيدي يقول: منذ مات النوري لم يخبر عن حقيقة الصدق أحد. ليه؟ يعني كل اللي بيقولوا عن الكلام عن الصدق كلام محفوظ بيقولوه الناس حافظينه لكن مش عايشينه. هم كانوا بيهتموا بأن الإنسان يقول اللي هو عايشه مش يقول اللي هو حافظه. فهمت؟ وقال أبو أحمد المغازلي: ما رأيت أعبد من النوري. قيل: ولا الجنيد؟ قال: ولا الجنيد ده كان ورده في النهار 400 ركعة، ده في النهار ما نعرفش بالليل قد إيه بقى. وبيقولوا يعني ما شفتش أعبد من النور، يعني أكثر عبادة واجتهاد منه. يقولوا له: ولا الجنيد، لأنه كان معاصر له. قال له: ولا الجنيد، عشان بس تعرف حجمك. وانت مش عارف تواظب على ورد الشيخ، يقول لك 100 مره الصبح و100 مره بالليل، تواظب عليهم شهر وتقول لي اصل انا بقى لي سنه ما عندي فتور. طب خليك يا فاتر. وقال النوري: كانت المراقع غطاء على الدر، فصارت اليوم مزابل على جيف. كان زمان في زمانهم اللي يلبس المراقع المرقع من الثياب بيبقى زهد حقيقي في الدنيا، فيبقى المرقع ده على قلوب كالجواهر، لأنه بيلبسه لأنه زهد في الدنيا. لكن الوقت بيقولك في زمانه: فصارت اليوم مزابل على جيف، يتعمد أن يلبس المراقع علشان الناس تتصوروا أنه من أهل الزهد، يقوموا يحنوا عليه كأنه بيشحد بيه. وقيل: كان يخرج كل يوم من داره ويحمل الخبز معه، يعني هو خارج من داره ياخد معه فطار ثم يتصدق به في الطريق، ويدخل مسجدا يصلي فيه إلى قريب من الظهر، ثم يخرج منه ويفتح باب حانوته ويصوم. فكان أهله يتوهمون أنه يأكل في السوق، وأهل السوق يتوهمون أنه يأكل في بيته وهو صايم. وظل على هذه الحال 20 سنة يخفي عمله حتى عن زوجته وأولاده. كل يوم ياخد فطاره معه ويتصدق به ويصلي قبل ما يروح يفتح الحانوت بتاعه لحد الظهر، وبعدين يفتح الحانوت بتاعه من الظهر لحد العصر، دليل ان هم كانوش منهمكين او في طلب الرزق، ما يكفيهم وخلاص. وكانوا يخفون اعمالهم. وانت بس لو وظبت على الفجر 5 6 ايام تقول لي الدنيا بحاله، وتكتب على الفيسبوك بحيث كل الملايين تعرف. ما شاء الله ما شاء الله، والي كبير بيصلي الفجر حاضر بقاله 5 ايام ما شاء الله. بطل بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.